السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعليم من حيث كونه انعكاس للتصورات والفلسفات عند كل أمة من الأمم يقوم مقام العماد في بناء المجتمعات والحضارات. ولما كان على هذا القدر من الأهمية كان لزاماً الإضاءة على مفهوم التعليم نفسه في التصور الإسلامي وبيان العلاقة بين التعليم ومادته وهي العلم، وكذلك استكشاف جهود المسلمين على امتداد القرون الماضية ومدى نجاحها في إنجاز منظومة تعليمية تنطلق من تصورات الإسلام وصولاً إلى تحقيق مقاصده. ويلزم أيضاً الحديث عن مدى تأثر مفهوم التعليم عند المسلمين بطغيان مفاهيم الحداثة الغربية. أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد التي تأتيكم تفاصيلها بعد قليل. هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع ضيفنا الكريم الدكتور جاسر عودة، رئيس معهد المقاصد في كندا وأستاذ كرسي الإمام الشاطبي في جامعة السلام بجنوب إفريقيا، وهو يشاركنا الحوار طبعا عبر سكايب من مدينة تورنتو بكندا. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا أهلا أستاذ جهاد، أهلا ومرحبا بك، حياكم الله. دكتور، بداية، التعليم من حيث كونه فكرة وعمل، ما هو في التصور الإسلامي؟ نريد منك بيانا شيئا مفصلا في هذه القضية لو سمحت. نعم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. سيدي، التعليم من أخطر القضايا التي يمكن أن تناقش والتي ينبغي أن تبحث في واقعنا المعاصر. والتعليم في الإسلام من أخطر القضايا، والدليل على ذلك من يعني نزول الإسلام نفسه من لحظة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فأول كلمة في هذا الوحي هي كلمة القراءة أو الأمر بالقراءة. هذه القراءة الله سبحانه وتعالى جعل هناك آيات في كتابه سبحانه وتعالى، وجعل هناك آيات في الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فالإسلام يحض على قراءة الكتاب، ومن قراءة الكتاب ننطلق إلى قراءة الكون. والإنسان يعرف ربه سبحانه وتعالى أولا بهذا العلم، وهذا العلم يتحول وهي من نفس المادة إلى تعليم. ولهذا التعليم والعلم من أخطر القضايا التي ينبغي أن نبحثها وأن نتناقش فيها، وهي من أخطر الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها أعداء الإسلام في الحرب على الإسلام. فإذا انهارت المنظومة التعليمية انهار معها الإسلام في الواقع المعيش، ولهذا فهي قضية مهمة، وجزاكم الله خيرا على إثارتها. طب دكتور، يعني هذا أيضا يدخل في صلب السؤال الأول، يعني أنت ذكرت بأنها على قدر كبير جدا من الأهمية وهي من أخطر القضايا، لماذا هي من أخطر القضايا قضية التعليم؟ هي من أخطر القضايا لأنها تشكل التصور أو تشكل العقل، والتصور يتحول إلى تصرف، أي أن العلم يتحول إلى عمل، وبالتالي فأعمال الناس وحركات الأفراد والمجتمعات ليست عشوائية، وإنما تنطلق من تصورات لهذه المجتمعات للكون والحياة والإنسان وما هو مهم وما هو أقل أهمية وما هو من القيم وما هو من القيم السلبية. وهذه المنظومة التصورية تشكلها التعليم، لأن التعليم سواء للأطفال أو للكبار هو الذي يشكل العقل، والعقل هو الذي يشكل الفعل على الأرض، وهو الذي يتحول فيما بعد ذلك إلى مؤسسات وإلى سياسات وإلى ثقافات اجتماعية معينة وثقافات مؤسسية. وبالتالي أهمية التعليم هو في صياغة الحياة بشكل عام، ولهذا فهو من الأهمية بمكان. طب فيما يتعلق بهذه القضية أيضا، جريا على قاعدة بضدها تعرف الأشياء، كيف يمكن
إظهار المباينة بين المفهوم الإسلامي للتعليم والمفهوم الغربي، الحداثة الغربية، العولمة التي تستقي الأمم والشعوب كلها مفاهيمها الآن من هذا الينبوع الغربي إذا ما صح التعبير. صحيح، المفهوم الإسلامي للتعليم يمكن أن يظهر بالمقارنة ليس فقط مع المفهوم الغربي بل مع المفاهيم غير الإسلامية، لأن الإسلام نظام فريد. صحيح أن النظام الغربي بقوته العسكرية والسياسية استطاع أن يسيطر على منظومات التعليم ويؤثر فيها تأثيرا كبيرا، لكن المنظومة الإسلامية ليست تعرف بناء على اختلافها عن المنظومة الغربية، بل تعرف بناء على الوحي، بناء على العلم الأصيل الذي أرسله سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي شكل الحضارة الإسلامية والمنظومة التعليمية الإسلامية على مدار القرون التي كان الإسلام فيها سائدا. فكيف يمكن أن نقارن؟ هو أولا في المصدر، العلم مصدره في الإسلام من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعطينا في الوحي الكريم مفاتيح العلم، ومن مفاتيح العلم ننطلق إلى التعلم عن الكون. أما العلم في المنظومة إن شئت العلمانية التي لا تؤمن بدين ولا تريد الدين أن يكون جزءا من الحياة العامة، فالعلم ينطلق من الواقع، والإنسان يمشي بهواه ويمشي بنظرياته التي يكونها عن الإنسان وعن الكون وعن طبيعة المادة، هذه يكونها دون هدى من الوحي. أما في العلم الإسلامي فالأصل أن يتعامل الإنسان مع الكون من خلال الوحي، هذه أول الفروق الهامة. وهذا فرق مهم، نظرا لأنني إذا تعاملت مع الإنسان والمجتمع والحيوان من خلال الوحي فهناك ثوابت معينة، هناك قيم تحكم هذا التعامل في نطاق الأسرة، في نطاق المجتمع اقتصادا وسياسة وحقوقا، في نطاق التعامل مع الغير، هناك قيم تحكمني إذا انطلقت من المنطلق الإسلامي، في مقابل القيم العلمانية التي غلبت عليها المادية في واقعنا المعاصر، وغلبت عليها المصالح الاقتصادية لشركات العالمية وكذا. وبالتالي فالتعليم في حد ذاته ينقسم إلى تخصصات وإلى مستويات وإلى مؤسسات جامعية وكذا فقط لخدمة السوق، والسوق مرتبط بهذه المصالح الاقتصادية والسياسية. المنظومة التعليمية في الإسلام تختلف تماما، هي لا تخدم السوق بالأساس بل تكون الإنسان، والإنسان هو الذي يتاجر إن أراد في السوق، وهو الذي يبحث ويتعرف على ما هنالك في الكون إن أراد أن يبحث، دون أن يكون لهذا البحث بالضرورة مردودا اقتصاديا تجاريا في السوق، بل هو لرقي حياة الإنسان. يعني الإنسان يبحث مثلا في الصحة لتحقيق الصحة على المستوى الفردي والعام، وليس بالضرورة لبيع الدواء. الإنسان يبحث في التقنيات لتسهيل حياة الإنسان وجعلها حياة أفضل وأسعد وأصح وأكثر تواصلا، وليس بالضرورة لخدمة شركات دعاية معينة أو لتغيير العقليات لأجندة سياسية معينة. وهذه الأمور التي تختلف في مقاصدها وأهدافها، ولذلك مقاصد التعليم في الإسلام تختلف تماما. قبل أن نتحدث عن مقاصد التعليم، لو أذنت لي طبعا دكتور، يعني أنت ذكرت نقاطا مهمة في الإجابة عن هذا السؤال، لو أذنت لي أن ألخص فكرتك وأن تصحح لي إذا ما فهمت خطأ، بأن الغرب أو الحضارة الغربية تتعامل مع الإنسان في قضية التعليم كآلة تجهزها للتعامل مع السوق، بينما يتعامل الإسلام في منظومة التعليم كروح يغذيها بالأخلاق والقيم، وهذا فرق جوهري، أليس كذلك؟ تماما. طيب، هناك فرق كبير أن تعلم الطفل والشاب لكي يكون جزءا من ترس في ماكينة كبيرة هي السوق، وبين أن تعلمه من أجل أن يقوم بمقاصد الإسلام في الحياة، وهي ليست بالضرورة مقاصد
تتعلق بالسوق ولا مقاصد مادية أصلا في البداية. طيب قبل أن نذهب إلى المقاصد، لابد بما أنك ذهبت يعني سريعا إلى مادة التعليم وهي العلم، لو سمحت أن تحدد لنا، أن تضبط لنا العلاقة في المنظور الإسلامي بين العلم والتعليم، طبيعة العلاقة. هو في الحقيقة المادة علم يعلم والتعليم هناك علاقة وثيقة، ليس فقط علاقة لغوية بين مادة العلم ومادة التعليم، بل هي علاقة عضوية، بمعنى أن التعليم في الإسلام هو نوع من نقل العلم، والعلم في الإسلام ليس فقط معلومات مجردة، وإنما العلم هو روح، هو طريقة في التفكير، والتفكير في الإسلام ليس فقط عملية عقلية منطقية على طريقة الإغريق والاستنتاجات المنطقية، وإنما هو عملية قلبية، بمعنى أن الإنسان حين يفكر في الكون، حتى إن فكر في الفضاء أو فكر في البحر أو فكر في الزراعة، هو يفكر بقلبه، بمعنى أنه يربط ما يفكر فيه بإيمانه أولا وبقيمه العقدية العميقة. فأتعامل مع مثلا عالم البحار على أن هذه المخلوقات في هذا البحر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهي أمم أمثالنا أمثال البشر، وبالتالي أتعامل معها من منطلق ليس فقط النفع وكيف يمكن أن أصطاد هذه الأسماك من أجل الأكل أو كذا، بل أتعامل معها من أجل استكشاف آيات الله سبحانه وتعالى في الكون، وهذا المنطلق منطلق مختلف ويؤدي في الحقيقة إلى نتائج مختلفة. العلم في الإسلام أيضا مرتبط بالعلماء، وأن تكون عالما في الإسلام ليس بالضرورة أن تكون فقيها. الفقه كما نعرفه أحكام وكذا من العلوم، ولكنه ليس العلم الوحيد، بل كل علم نافع في الإسلام هو علم يتعلم ويصبح الإنسان فيه عالما. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا ارتقى هذا الإنسان في درجات العلم وفكر في العلم من منطلق الإيمان، دخلت الخشية في قلبه، واستطاع أن يكون في هذا المصاف مصاف العلماء. وإن ارتقى هذا الفهم وتعمق، أصبح الإنسان في مصاف الفقهاء. الفقهاء في الإسلام ليس بالضرورة فقط من يفتون في الأحكام، وهو فقه مهم وعلم مهم، ولكن الفقهاء في الإسلام كما عرفنا في الحضارة الإسلامية فقهاء البدن وفقهاء النفوس وفقهاء الآفاق وفقهاء الجهاد وأنواع من الفقهاء، أي الذين وصلوا في العلم إلى مستوى عميق من التفكير. العلم في هذا المعنى يرتبط في الحقيقة بمقاصده، يرتبط بأهدافه، وليس علما مجردا، لأنه ليس هناك علم مجرد. أحيانا بعض الناس يصنفون العلم كإسلامي وغير إسلامي، أن العلم الإسلامي هو العلم بتاريخ الأدبيات الإسلامية بعد عصر الرسالة على صاحب الصلاة والسلام، من القرآن أي التفسير والحديث أي علوم الحديث، ويعني الفقه وكذا والأصول وعلم آخر هو علم الاجتماع والاقتصاد والهندسة والطب والفنون، ويعتبرون أن هذا النوع من العلم ينفصل عن هذا النوع، هذا إسلامي وهذا مجرد يعني دنيوي. لكن في الإسلام ليس هناك علم مجرد، كل علم له فلسفة وله كما نسميه بلغة الإسلام أصول. ما هي أصول الطب؟ ما هو أصول وأخشى يعني أنك تستبق، أخشى أنك تستبق الحديث دكتور، يعني سنأتي على ذكر هذا أيضا ربما في المحور الأخير، وقد خصصنا لهذا الموضوع المهم جدا محورا مستقلا. لكن يعني قبل أن نذهب إلى الفاصل، السؤال المركزي في هذا المحور يتعلق بالمقاصد، ما غاية التعليم في الإسلام، الهدف الأعلى، ومن ثم بعد ذلك جملة الأهداف بدءا من الأهم فالمهم فالأقل أهمية. نعم، غاية التعليم في الإسلام هي مقاصد الإسلام، ومقاصد الإسلام بدءا من الأهم فالمهم أكثرها مركزية هي توحيد الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. فالعلم هدفه
الأول عبادة الله، وعبادة الله سبحانه وتعالى تحتها يتكون عدد من المقاصد يمكن أن نفهمه من الوحي: الخلافة في الأرض، الإصلاح في الأرض، القسط، إقامة القسط ليقوم الناس بالقسط، تكريم الإنسان. هناك عدد من الأهداف: إحياء النفوس طبعا، والأرواح، وتحقيق المصالح الإنسانية. المقاصد المركزية في الوحي الكريم، هذه المقاصد تأتي تحت مقصد العبادة، أو هي جزء من العبادة. فمثلا قضية إصلاح الأرض في مقابل إفساد الأرض. إصلاح الأرض أي أن يكون الإنسان وأن يكون الحرث والنسل، أي البيئة، في سلامة، ليس هناك اعتداء ولا تدمير ولا إهلاك. المصطلح القرآني إهلاك الحرث والنسل. وبالتالي العلم والتعليم يستهدف إلى إصلاح الأرض وإلى القيام بهذه الأمانة. ومن إصلاح الأرض إصلاح المجتمعات، سواء في الأسرة، لأن قطع الأرحام من الإفساد في الأرض، يعني هذا جزء من التصور الإسلامي. وبالتالي من التعليم إقامة نظام الأسرة وإقامة نظام المجتمع بسلام وتعايش، وإقامة التعارف والأخوة بين الشعوب، هذه في إصلاح الأرض. وإصلاح الأرض يتعلق أيضا بالاستثمار لهذه الأرض، أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأرض، وسخر حتى النجوم في السماء لنا لكي نحسب ولكي نستثمر. إصلاح الأرض، ما المقصود بالإصلاح دكتور هنا؟ تفضل. معذرة، يعني تحدثت عن إصلاح الأرض أنه إحدى غايات وأهداف التعليم في الإسلام، ما طبيعة الإصلاح من منظور الإسلام هنا؟ هو إذا أردنا أن نعرف طبيعة المفهوم نعود إلى كلام الله سبحانه وتعالى، فنجد أن الإصلاح في الأرض يتعلق بمجموعة من القيم التي بها نتعامل مع الكون، والقيم التي بها نتعامل مع الإنسان والمجتمع. فأما في قضية الكون فهو عدد من التوازن، مثلا إصلاح الأرض أن نبقي على التوازن. الذي يحدث في الأرض الآن ليس فيه توازن، نحن مثلا نقتل أعدادا ضخمة جدا من الحيوانات من أجل أن يأكل الإنسان جزءا من هذا الحيوان ويهلك الجزء الباقي. الإنسان في الإسلام لا ينبغي أن يتعامل مع الحيوان هكذا، فضلا عن الإنسان. نحن نبيد غابات كثيرة مثلا في هذا الكون، ونفسد في الأرض بكيماويات وبأشكال وألوان من الإفساد من أجل سلع معينة تخدم مصالح معينة، وليس بالضرورة من أجل الحاجات الأساسية التي بها يكرم الإنسان، أي إطعام البشر. لا ينبغي أن يكون في الكون إنسان جائع، لأن الكون فيه ما يكفي. ولكن النظرة الاقتصادية التي تتجلى في التعليم على أن الكون له إمكانات محدودة ومحدودية الموارد كما يقولون، هذه النظرة فلسفيا مدخل خاطئ للاقتصاد. فإذا نظرنا إلى إصلاح الأرض من منطلق إسلامي، أي أن الله عز وجل لم يجعل هناك محدودية في الموارد، بل إن الموارد موجودة والأرض مليئة بالرزق والخيرات، ولكن ينبغي علينا أن نبحث عن الأولويات السليمة. أما في قضية التعامل مع المجتمع فالأولويات هنا هو كيف يمكن أن نكون مجتمعات إنسانية صالحة، أي مجتمعات تتعايش مع نفسها وتتنوع فيها الأعراق والأديان والأشكال والألوان، ولكنها تتعايش بسلام وتحمي أنفسها من الاعتداءات. والفلسفة التي نقترب بها من العلم الذي يشكل المجتمع هي فلسفة مختلفة. ما هو مركز المجتمع؟ إذا كان مركز المجتمع عبادة الله فهذا مجتمع مختلف تماما عن مجتمع مركز المجتمع فيه هو الدولة مثلا، أو مركز المجتمع هو الاقتصاد. وبالتالي أنا أشكل المجتمع حول فكرة الدولة، أو أشكل المجتمع حول فكرة الاقتصاد والمال والنفعيات، هذه تختلف تماما كمنظومة تعليمية عن منظومة أشكل فيها المجتمع حول فكرة عبادة الله. ومعها يأتي الاقتصاد الناجح، ويأتي
التجارة والاستثمار، لكن هي فكرة مختلفة لأنها تصنع أولويات مختلفة وتشكل عقل الطفل وعقل الشاب بشكل مختلف إذا نظرنا إلى تلك المنظومة بهذه النظرة المختلفة. تحدثت عن محاور وقيم مركزية في منظومة التعليم الإسلامي أو في التعليم في التصور الإسلامي، من ذلك يعني عبادة الله سبحانه وتعالى وإصلاح الأرض وإصلاح الإنسان وإلى آخره. بعد قليل سنتحدث عن مدى نجاح المسلمين على امتداد 14 قرنا أو لنقل 13 قرنا في إقامة وإنضاج وبلورة منظومة تعليمية مستقلة، لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله مع هذه العودة لاستئناف الحديث في موضوع الرؤية الإسلامية للتعليم ومقاصده، والحديث في هذه الحلقة دائما مع الدكتور جاسر عودة. أجدد الترحيب بكم دكتور جاسر. يعني تحدثت عن القيم المحورية وتحدثت عن المقاصد العليا ثم الأهداف الأهم فالمهمة فالأقل أهمية من وراء التعليم في التصور الإسلامي، لكن ماذا عن الآليات؟ هل حدد الإسلام آليات وسبلا محددة لضمان تحقيق هذه المقاصد والغايات من التعليم؟ نعم، أهلا بك مجددا أخي. نعم، من أهم آليات التعليم في الإسلام هي الآليات الاقتصادية للتعليم، أي اقتصاديات التعليم. الإسلام جعل التعليم حقا بل واجبا على كل مسلم ومسلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وبالتالي هذه نظرة، إذا كان التعليم فريضة فالمجتمع هو الذي يتولى التكوين للمنظومات التعليمية. فالأصل في المنظومة التعليمية الإسلامية أن تكون منظومة وقفية، وهذه المنظومة الوقفية تختلف تماما عن تعليم الآلية فيه في يد إما الدولة، أي بمعنى السياسة وتقلبات السياسة ومذاهب السياسة، أو رجال الأعمال أو الذين يملكون زمام الأموال. المنظومة التعليمية الإسلامية لا تتعلق لا بالدولة ولا تتعلق بالتجارة، وإنما المنظومة التعليمية الإسلامية أول أداة في تحقيقها أداة الوقف الإسلامي، وهذا يشهد عليه تاريخ الإسلام في التعليم الإسلامي. ماذا يفعل هذا الوقف؟ هذا الوقف يؤدي إلى ما يسمى في الواقع المعاصر باستقلالية التعليم أو الحرية الأكاديمية إن أردت مصطلحا يعني معاصرا. هذه الاستقلالية تجعل المنظومة العلمية لا تخدم أهدافا قصيرة المدى بل تخدم الأهداف الأصيلة التي تحدثنا عنها. هذه آلية. الآلية الأخرى أن الإسلام لا يعتبر أن العالم في درجة والمتعلم في درجة، بل هي كلها درجات متصلة. ليس هناك طبقة من العلماء أو طبقة من الكهنة في الإسلام، بل الإنسان العادي يمكن أن يصبح عالما إن تعلم، إنما العلم بالتعلم كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الآلية هي آلية التوريث بين التلميذ والأستاذ، أي أن التلميذ يصبح أستاذا مع الوقت. أبو حنيفة وهو معروف وهو علم في هذا الموضوع كان له تلاميذ، ثم بعد رحيله رحمه الله خلفه تلاميذه ثم تلاميذهم ثم تلاميذهم. هذه المنظومة تقوم على هذا التوريث للعلم، وأن ليس هناك طبقة من العلماء، بل كل عالم هو طالب علم في النهاية، وهو يمكن أن يرتقي في العلم. وهذه تفتح المنظومة التعليمية ولا تجعل فيها تلك التقسيمات التي يمكن أن تؤدي إلى خلل في تحقيق الأهداف.
أشرت إلى الوقف، وهذا بدوره يثير يعني جملة من الأسئلة تتعلق ب من الذي يضع المناهج والمقررات والتخصصات في عملية التعليم في ظل عدم وجود مرجعية محددة مثلا مثل الدولة؟ من هو المسؤول عن توحيد الرؤية التعليمية، توحيد المناهج، وضع المناهج، تقريرها، اختيار ما هو نافع من عدمه بالنسبة في المنظومة التعليمية؟ المنظومة التعليمية الإسلامية منظومة مركبة وليست هرمية، يعني إن شئت هي أقرب، إن أردنا أن نتخيلها، هي ليست هرما وإنما هي شبكة. من المجتمع؟ المجتمع هو الذي يكون المؤسسات التعليمية وأرباب المؤسسات التعليمية من العلماء وبكل العلوم، هم الذين يشكلون المناهج التعليمية وهم الذين يشكلون المدارس التي تتطور. المنظومة التي تضع المناهج التعليمية في يد دولة من الدول هي ليست المنظومة الإسلامية الأصيلة في الحقيقة، لأن الإسلام يضع الفعل التعليمي في نطاق ما نسميه في الواقع المعاصر بالمجتمع المدني، أي أن المؤسسات التعليمية مؤسسات مدنية. أنا أعيش في الغرب، أنا أحدثك هنا من مدينة تورونتو في كندا. الجامعات مثلا التي ندرس فيها هنا في كندا ليست تحت الدولة، والدولة ليس لها دخل بالتعليم بهذا المعنى، وإنما الدولة تدعم مؤسسات مستقلة. هذه المؤسسات المستقلة تشرف على معايير التعليم وتشرف على أن المناهج تخدم أهداف المجتمع. طبعا هنا الأهداف هي أهداف اقتصادية في الغالب، وهي تختلف عن المنظومة الإسلامية، لكن الفعل المدني الوقفي في الحقيقة هو الذي ينشئ مؤسسات التعليم. الجامعات الكبرى هنا في أمريكا الشمالية، هارفارد وكذا وبرينستون وجامعة هنا في مدينتي جامعة تورونتو، هذه وقفيات، هذه ليست جامعات تتبع لدولة من الدول، وإنما هي وقفية، وفي الحقيقة استعاروها من الحضارة الإسلامية. وهذه الوقفيات وقفيات كبيرة، والذي يشرف على التعليم فيها هو مجلس من العلماء، يعني في كل التخصصات في منظومتهم الأكاديمية، وهذا المجلس من العلماء هو الذي يضع المناهج ويتعاون مع مجالس أخرى من خلال أكاديميات أقرب ما تكون للمجتمع وليس من الحكومة. الحكومة تضع سياسات تسيير المجتمع وحماية المجتمع وإدارة المال العام وكذا، أما التعليم فهي مؤسسات مدنية وهو الأصل في الإسلام. إذا قارنا هذا بأغلب يعني دولنا العربية والإسلامية، وجدنا أن التعليم قد يعني بكل صراحة يعني قفزت عليه الدولة وأرادت من خلاله أن يكون أداة لتحقيق الأهداف السياسية، وهذه الأهداف السياسية قد تكون حميدة وجيدة، لكن التعليم ليس مجالا لهذا، وإنما التعليم ينبغي أن ينشئ الإنسان الذي يخدم المجتمع، ثم بعد ذلك هذا الإنسان يكون مواطنا صالحا ويحب بلده، هذه الأمور. لكن لا ينبغي للتعليم في المنظومة الإسلامية أن يكون مركزيا بهذه الطريقة كما نرى، وإنما هذه من موروثات الاستعمار حقيقة أو الاحتلال، إن أردنا أن نتحدث باللغة السليمة، لأن الاستعمار طبعا كما تعرف أخي يعني مصطلح قرآني استعمركم فيها. فمن مخلفات الاحتلال أن يكون التعليم أداة في يد السلطة السياسية، والتعليم في الحضارة الإسلامية وفي الحضارات التي تقدمت في تاريخ الإنسانية إلى الآن هي أداة مدنية يشرف عليها المجتمع ويتمثل فيها طموحات هذا المجتمع وطاقات المجتمع الإبداعية بشكل مستقل. طيب يعني نجد أنفسنا يعني مضطرين إلى الذهاب إلى الحديث عن البيئة والظروف التي تسمح بسريان المنظومة التعليمية بشكل حميد وبشكل صحيح. هل يمكن القول بأنه لا يمكن الحديث عن هذه المنظومة التعليمية الإسلامية أن تسير سيرا حسنا في ظل غياب الدولة المسلمة مثلا، أو في ظل نظام سياسيا جبريا مثلا؟ والله هي ليست أبيض وأسود، لأنه ليس في العالم مثالي. يعني الحقيقة يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الراشدين ليس هناك مثالي، بل هي دائما مسألة أخذ ورد وشد وجذب مع أنظمة مختلفة كان بعضها أقرب إلى الصلاح وبعضها أقرب إلى الفساد وإلى الجبرية.
ويعني طبعا قد يغلب عليها هذه الجبرية في هذه المرحلة. لكن الحقيقة ما أود أن أقوله أن التعليم يحتاج إلى تدرج، لا يمكن أن ننتظر إلى مجتمع مثالي وإلى ما سميته أخي بدولة إسلامية، أي يعني دولة مثالية. الدولة الإسلامية في النهاية هي من المسلمين، وهي يعني الدول الموجودة. ينبغي أن يكون هناك تدرج، وأن يكون هناك وعي أولا، لأن هذا الوعي هو الذي يضعنا على سبيل التدرج، وعي بأهمية استقلالية التعليم، وأهمية أن يعود التعليم للمجتمع ومؤسسات المجتمع والعلماء من كل التخصصات، وليس فقط التخصصات يعني الشرعية. قد يبدو للمشاهد أن في كلامك دكتور جاسر، يعني قد يبدو للمشاهد أن في كلامك نوعا من التناقض. يعني أنت تقرر بأن هذه الدول الآن في المنطقة العربية هي دول مسلمة مكونة من المسلمين الآخر، لكن أنا أتحدث عن النظام الإسلامي. كيف يمكن استقامة المنظومة التعليمية من المنظور الإسلامي في دولنا العربية مثلا وكثير من الدول الإسلامية في ظل أنظمة سياسية لم تبق شيئا من مؤسسة الأوقاف التي جعلتها مركزية في صيرورة التعليم؟ والله هذه تحتاج إلى أن يتحرك المجتمع من أجل هذا، والتحرك يحتاج إلى وعي. أحيانا المجتمعات العربية تتحرك من أجل أهداف معينة وتنجح أحيانا في تحقيق هذه الأهداف، لكننا نحتاج إلى حركة وإلى تدافع مع وضوح في الأهداف، وأن تكون منظومة أهداف مختلفة قليلا عن الأهداف السياسية التي نفكر فيها غالبا. الأهداف السياسية تأتي بعد الإصلاح التعليمي. كيف يمكن؟ والله أن نتدافع كمجتمعات مع القوى التي لا تريد الإصلاح، وأن نكون النظم التعليمية الموازية. هل يمكن إحداث أي إصلاح في أي مجتمع دكتور بدون وجود سلطة سياسية؟ بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون عقل المسلم متوجها نحو الأولوية وهي الإصلاح السياسي، ومن ثم بعد ذلك تأتي مثل على قاعدة الدومينو تأتي الإصلاحات تباعا؟ لا، يعني الإصلاح السياسي يأتي بعد الإصلاح التعليمي في نظري، ولا يأتي قبله. والإصلاح التعليمي هو حركة المجتمع. نعم، هناك سلطات بدرجات مختلفة من الشمولية إن شئت، وتراقب المجتمع ولا تريد للمجتمع أن ينهض ولا أن يتعلم. نعم، لكن هناك تدافع. يعني أنا أشرف على مدرسة، يمكن من خلال هذه المدرسة أن أقوم بالكثير. يمكن أن أعلم الطالب فقط حرفة ليكون جزءا من المنظومة السوقية كما قلنا، أو أن أكون عقلية الطالب وأن أركز في مناهج التعليم في هذه المدرسة، حتى ولو كان هناك مناهج مفروضة، أن يكون هناك مساحة لتكوين عقلية الطالب، وأن أشتغل في المساحات المتاحة حسب الشد والجذب مع قوى الاستبداد إن شئت. لا يمكن أن نستسلم وأن نقول لا، هذه المناهج مفروضة علينا، ولا يمكن في نفس الوقت أن نصر على الإصلاح السياسي. ثمة من يعلق على كلامك دكتور جاسر بأنك تريد أن تعالج الأعراض ولا تريد أن تعالج السبب، وهذا قتل للوقت والجهد. لا، هي قضية أولويات سيدي. نحن حاولنا أن نعالج الأسباب في العقد الأخير من العالم العربي، إن أردنا أن نتحدث عنه بشكل مباشر، وخرجت الشعوب وأرادت أن تغير الأنظمة السياسية، والأنظمة السياسية لا يمكن أن تتغير دون أن تتغير الأنظمة التعليمية، ودون أن يكون هناك قدر من الوعي في العالم العربي أو الإسلامي. هذا الوعي مفتاحه التعليم، وبالتالي هي أولوية. إن كان هناك جهاد وإن كان هناك ضحايا، ينبغي أن يكون هناك الضحايا في سبيل التعليم، لا في سبيل تغير وزير من الوزراء أو رئيس من الرؤساء، لأن المنظومة دون الوعي الشعبي لن تستطيع أن تكون لها حماية. لماذا؟ لأن هذه المنظومة مرتبطة يا أخي الكريم بالمنظومة العالمية، والمنظومة العالمية منظومة استعمارية. نحن ما زلنا في العالم العربي والإسلامي نخضع لنوع من الاستعمار. تغير بعد الاستعمار القديم، حصل هناك استقلالات وطنية، لكن ما زال القرار الاقتصادي والسياسي والتعليمي بالأساس ما زال قرارا خارج الأمة الإسلامية بشكل عام والعربية بشكل خاص.
هذا القرار التعليمي الذي يتعلق بفلسفة التعليم ما زال ليس في أيدينا. نحتاج أن نتدافع في هذه المساحة، وهذه المساحة من باب الأولويات وليس من باب الاستسلام طبعا، لأن يعني كلنا يعرف أننا نحتاج إلى تغيرات جذرية. التغيير الاقتصادي وهو بالمناسبة المفتاح للتغيير السياسي أصلا، لن نستطيع أن نتحرر من يعني هيمنة العملات الغربية وهيمنة شركات العولمة حتى على الحكومات شرقا وغربا. الشركات العولمة لن نستطيع أن نتحرر من هذه المنظومة، والعقل الذي ننتجه هو عقل من العبودية لشركات العولمة، عقل فقط يصلح لكي يكون موظفا جيدا في هذه الشركات وفي ثقافة الشركات الكبرى التي تسيطر على العالم. التعليم هو الباب لاستقلالية الإنسان المسلم، وهذه الاستقلالية هي التي تحقق الاستقلالية السياسية والاقتصادية فيما بعد، لأن الشعوب إذا تعلمت وصار عندها نوع من الوعي كما كان في الحضارة الإسلامية، هذه الحضارة لا تستطيع أن تغزى إن كان الشعب واعيا، ورأينا هذا كثيرا، تسقط أحيانا دولا وجيوشا وكذا والشعب عنده من الوعي ما يرد به الاحتلالات المختلفة. طب دكتور، أنت في مسألة مناهج التعليم والعلم بذاته ألفت كتابا باللغة الإنجليزية وتحدثت أفردت له فصلا مستقلا، الفصل الأخير من كتابك عن هذا الموضوع. لاحظت من خلال قراءتي لصفحات من هذا الفصل أنك قدمت رؤية نقدية لمناهج التعليم في التاريخ الإسلامي، ونقدت كثيرا من الفلاسفة وأخذهم عن اليونانيين وتقريراتهم الفلسفية والعلمية إلى آخره. لكن أريد أن أبني على ما تفضلت بذكره في كتابك، وأسألك إلى أي مدى نجح المسلمون في تاريخهم الطويل في تأسيس منظومة تعليمية إسلامية المنطلق والمقاصد والغايات؟ بارك الله فيكم. يعني أنت تشير سيدي إلى كتاب المنهجية المقاصدية، وأنا أكتبه بالعربية يعني الآن كتابا موازيا إن شاء الله يصدر قريبا. في المنهجية المقاصدية نتعرض إلى أهمية المقاصد وكذا، وكما تفضلت الحوار الذي تحاورناه. تاريخ الإسلام في التعليم ارتبط بنقاط الارتفاع والهبوط في الحضارة الإسلامية، وكلما كان هناك ارتفاع في الحضارة الإسلامية كلما كان التعليم شاملا، وكلما كان الفقه شاملا، وكلما كان المجتمع هو الحارس على المنظومات التعليمية. وكلما انخفض منحنى الحضارة الإسلامية كلما كان التعليم ضعيفا وجزئيا وخادما لمنظومات كبرى وليس لمقاصد الإسلام. الحضارة الإسلامية بدأت بإقرأ كما قلنا في بداية هذه الحلقة، وإقرأ كونت أمة. هذه الأمة في فترات الصعود لم يكن الصعود من أجل الجيوش القوية ولا السلاطين في قصورهم، وإنما الصعود كان لأن الأمة بخير. الأمة أنتجت بيوتا للحكمة، ونحن طبعا نتحدث على قناة الرافدين، الحكمة بيت الحكمة في بغداد كان منارة العلم ليس فقط في العراق بل في العالم. ماذا فعل هذا البيت بيت الحكمة؟ هذا البيت قام بالبحث العلمي، ما يمكن أن نسميه باللغة المعاصرة مركز بحثي فكري يبحث في العلوم المختلفة، وقد تأثر بحضارات مختلفة لكنه صهرها في المنظومة الإسلامية. هناك فرق بين أن أتأثر فأتخلى عن مقاصدي وقيمي، وبين أن أتأثر فأخذ من الحكمة ما يناسب العقلية والنفسية الإسلامية وأدع من علوم الناس ما يضر. من هنا كان هناك أنواع من التصنيفات للعلوم، هذه التصنيفات تأثرت أحيانا بشكل غير سليم وغير صحي بالفلسفات الأخرى، مثل تصنيفات بعض العلوم على طريقة الإغريق وكذا. وكان هناك تصنيفات إسلامية أصيلة تقسم العلم إلى علم نافع وغير نافع، والعلم النافع تفصل فيه لا تقتصر فيه على العلوم الشرعية، بل تمزج العلوم الشرعية في أصول كل العلوم، وتدرس الطب والفلك والكيمياء وكذا من منطلق إسلامي. إذا نظرنا مثلا إلى كتاب الجاحظ في الحيوان وجدنا أنه في المقدمة يقول إن هذا كتاب في التفقه، وهذا الكتاب في التفقه هو كتاب عن الحيوانات وأنواعها وتشريحها
وكتاب علمي لكنه يرتبط بآيات الله سبحانه وتعالى في الكون، ويعتبر أن البحث في عالم الحيوان هو بحث في آيات الله في الكون وفي الفقه، لا ينفصل عن هذا، ولا يبحث في الحيوان فقط لمنفعة اقتصادية. إذا نظرنا إلى كتب الجبر والكيمياء والفلك وحسابات الأرض والضوئيات وما طور العالم الإسلامي من علوم في مرحلة الازدهار، وجدنا أنها متعلقة بآيات الله في الكون، ومتعلقة بمقاصد وأهداف تخدم المجتمع، لا تخدم بالضرورة تجارة معينة ولا تقنية معينة، ولا تخدم بالضرورة ملكا معينا ولا دولة معينة، وإنما تخدم المجتمع وتخدم تطور هذا المجتمع في آلياته. ومع الاستعمار ومع يعني انخفاض منحنى الحضارة الإسلامية الذي بدأ منذ منتصف القرن الرابع الهجري وتم في الحقيقة في منتصف القرن السابع مع غزو الأمة الإسلامية شرقا من المغول وغربا من الفرنسيين، ثم بعد ذلك توالى المستعمرون البرتغال والأسبان والإنجليز والفرنسيين والروس واليابانيين، وتوالى المستعمرون على العالم الإسلامي. ومع توالي الاستعمار انخفض المنحنى، لأن التقسيم للعلوم أصبح تقسيما غريبا على الإسلام، وأصبحت الفلسفة التي هي من وراء النظام التعليمي فلسفة علمانية وبقيت إلى اليوم. فأصبحنا نعرف العلم والتعليم إسلامي وغير إسلامي، الجامعة الإسلامية تدرس فيها تاريخ الإسلام، والجامعة المدنية تدرس فيها العلوم التي تؤثر. وهذا ما أريد أن أسألك عنه، يعني في هذا المحور الأخير من هذه الحلقة. هناك يعني استفاضة تكاد تكون مستقرة في العقل الجمعي المسلم، بأن أنا سأذهب لكي أدرس العلوم الإسلامية، وآخر يقول أنا سأدرس العلوم الكونية أو الطبيعية أو الإنسانية. يعني لاحظت من كلامك بأنك لا توافق على هذا الفصل، لو تبرر لنا وجه هذا الرفض من فضلك. نعم، لأن هذا الفصل هو النظرة العلمانية للكون بامتياز. أما النظرة الإسلامية فأصول العلوم هي أصول العلوم، كل العلوم، والمنطق الذي نفكر فيه في قضايا الأحكام الشرعية وفي قضايا التاريخ الإسلامي وكذا، هو نفس المنطق الذي ينبغي أن نفكر فيه في قضايا الفيزياء والكيمياء وعلوم الاجتماع وعلوم الاقتصاد. الإسلام لا يفصل بين العلوم، لأن أصول العلوم كلها في الوحي. أصول العلوم تتعلق بالسنن الإلهية الزوجية والتنوع والتداول، وهناك سنن هي في أصول العلوم، سواء كان العلم علما اقتصاديا أو علما سياسيا أو علما يتعلق بفن من الفنون، أو كان علما في تاريخ الإسلام أو الأحكام التي تتعلق بالقضاء. الأصول هي هي، وحين فصلنا بين العلم الإسلامي والعلم غير الإسلامي وقعنا في حبائل العلمانية للمجتمعات الإسلامية، وقعنا في فصل الدين عن ليس فقط الدولة بل عن الحياة، لأن الإنسان الذي يدرس العلوم التي تؤثر في حركة المجتمع أكبر تأثير. أدرس الاقتصاد وأتعامل في البنوك وكذا، وهذه منظومة أصولها أصول رأسمالية مثلا، هذا يختلف عن أن أدرس الاقتصاد بنفس أصول دراسة يعني الإسلام. دكتور، هو يعني قد لا تجد مسلما مؤمنا عاقلا يختلف مع ما تتفضل بالحديث عنه، لكن الآن الواقع يقول بأن هناك علوم إسلامية وعلوم كونية وطبيعية وإنسانية، على اعتبار أن هذه العلوم الكونية والإنسانية منطلقاتها ليست إسلامية، بمعنى علم الاجتماع مثلا ليس فيه من مادة الإسلام شيء، لذلك يقولون عنه العلوم الإنسانية والعلوم الكونية. نعم، هذه يعني اعتبار أن هناك علوم فقط هي علوم آلة، وليس يعني وليس هناك فلسفة من ورائها ولا قيم، هذه في الحقيقة فكرة خاطئة، مع كل الاحترام لمن يقول بذلك. لماذا؟ لأنه ليس هناك آلة دون فلسفة وراء الآلة، حتى لو كانت آلة مجردة. يعني أنا أتحدث على الحاسب الآن من خلال برنامج سوفتوير، ليس هناك تصميم دون فلسفة وراء هذا التصميم، سواء كان تصميم لآلة تحسب، أو كان تصميم لمدينة أو لعمارة، أو كان تصميما لآلة للانتقال أو طريقة للطباعة. ليس هناك تصميم خال من القيم، والقيم تتعلق بالمقاصد، تتعلق بأهداف المجتمع. حين أتعامل مع العلوم الاجتماعية مثلا، هذه ليست علوم مجردة، بل هي علوم كلها قيم وكلها يعني
مقاصد وكلها غايات. والعلوم الصناعية ليست علوما مجردة. مثلا إذا أردت أن أتعامل مع قضايا الصناعة التي تتعلق بالبيئة، هل أحافظ على البيئة أم لا أحافظ عليها؟ الحفاظ على البيئة من القيم الإسلامية، وهذا لا يعني أن ألغي الصناعات التي تضر بالبيئة، لكن هناك توازنات دائما، والإسلام مساحات التعامل مع البيئة بأي ضرر أو بقطع أشجار أو يعني كذا، تكنولوجيا مختلفة وعقلية مختلفة تماما. يعني أنت تدندن حول فكرة أسلمة العلوم دكتور جاسر، هكذا فهمت منك أنك تريد أسلمة العلوم، بمعنى إخضاع كل العلوم إلى المفهوم الإسلامي وإلى الاعتبار الإسلامي. إذا ما فهمت هذا الكلام صحيحا، كيف يمكن الاستفادة من التعليم في أسلمة هذه العلوم؟ والله يعني أختلف مع قضية أسلمة العلوم كمصطلح، لأنه أحيانا في أسلمة العلوم نظن أننا نأتي بعالم في الشريعة وعالم في العلوم المختلفة ويتحاوران فنؤسلم العلوم ونخرج بصيغة مشتركة. هذه الأسلمة لا تنفع، بل تؤدي إلى نوع من الإزدواجية المعرفية، وهي مضرة جدا للمجتمعات. الأسلمة بمعنى أن يكون أصول العلوم هي أصول إسلامية منطلقة من السنة الإلهية والمقاصد الإسلام. هذا هو المقصود. نعم يعني كيف يمكن الاستفادة من التعليم في هذه الحالة، في الوصول إلى جعل الإسلام ويعني هو أصل هذه العلوم ومنطلق هذه العلوم كلها؟ والله الاستفادة من التعليم تأتي بالبحث في مناهج التعليم، ومناهج التعليم تحتاج إلى نوع من إعادة الصياغة حتى تقصد المقاصد الإسلامية الأصيلة، وتستهدف تكوين عقلية ونفسية الطالب، سواء الطالب الطفل أو الطالب الجامعي أو الطالب حتى ما بعد ذلك، من أجل خدمة هذه المقاصد والأهداف والقيم. نحتاج إلى إعادة صياغة للمناهج، وإلى تحرير هذه المناهج من أولا من اللغات غير العربية عند كل المسلمين. العربية ليست لغة العرب فقط في الإسلام، بل هي لغة الإسلام. نحتاج إلى التحرير اللغوي لهذه المناهج، لأن اللغة المنطق الذي يمكن أن يؤدي إلى العقل، تشكيل العقل. ثم بعد التحرير اللغوي التحرير المفاهيمي والمقاصدي والسنني، الذي به نحرر المنظومة الفكرية التي تقع في قلب التعليم. إن لم نستطع هذا بخطوة واحدة، فلا أقل من أن نتدرج، أن نشجع التعليم الإسلامي بشموله، ليس فقط التعليم الإسلامي التاريخي بمعنى أن يدرس الطالب كتبا من التاريخ، هذا مهم والتاريخ أساسي، ولكن أن يصل التاريخ بالحاضر. هذه تحتاج إلى مقاربة ولو كانت تدريجية، تحتاج إلى دعم التعليم الإسلامي الذي ينادي بالشمول في بعض المقاربات. بقي لنا دقيقتان أو أقل من دقيقتين، يعني أريد أن أسألك السؤال التقليدي لكل ضيف، هو ما الذي يمكن أن تضيفه لهذه الحلقة مما لم تسأل عنه في موضوعها؟ الله يكرمك أخي، يعني ما يمكن أن يضاف الحقيقة هو أن التعليم في الإسلام يحتاج إلى مبادرات، ويحتاج إلى حراك في المجتمع، ويحتاج إلى إدراك لأهميته، وأنه أساس في النهضة الإسلامية، كان أساساً وسيظل أساساً. ونحتاج إلى أن تكون المبادرات الإسلامية داعمة لمشروعات التعليم المستقلة التي تجمع بين العلوم، والتي تريد أن تطور المناهج خارج المنظومة إن شئت الاستعمارية التي تسيطر على المناهج حاليا. نحتاج إلى أن يعي أهل العلم وأهل المال وأهل السياسة وأهل الاقتصاد بأهمية هذا الموضوع، وأن ندعم المنظومة التعليمية الإسلامية بالمنظومات الوقفية كما كانت في تاريخنا، حتى تستطيع أن تؤدي دورها. وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن نحافظ بها على أرواح الناس وأعراض الناس، وعلى أن ندافع عن الإسلامية، أن يكون هناك وعي. دون وعي يشكله التعليم
فلن ينصلح حال هذه الأمة، والله تعالى أعلم. نعم، يعني أشكرك شكرا جزيلا دكتور جاسر. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في نهايتها أشكر ضيفي الكريم الدكتور جاسر عودة، رئيس معهد المقاصد في كندا وأستاذ كرسي الإمام الشاطبي في جامعة السلام بجنوب أفريقيا، وقد شاركنا عبر سكايب من مدينة تورنتو. كل الشكر لكم مشاهدين الكرام، دمتم في حراسة الله.